for this very exclusive interview in Arabic, we will be hosting His Excellency Ilyas Al Omari. He is the head of the party Modernity and Authenticity. He also occupies the chair of the one of the most important regions in Morocco, and that is the region of Tanger and El Hoceima. The interview will be in Arabic with His Excellency. Sayyid Rais, مرحبا بكم. شكراً. باعتباركم واحد رئيس من أكبر الأحزاب في المغرب وباعتباركم رئيس أكبر جهة متوسطية كيفاش كتشوفوا الأهمية ديال تنظيم واحد الحدث بحال هذا في المغرب وبأي نفع غادي يعود على المغرب؟ مهم أولا ماشي رئيس ديال أكبر جهة، رئيس ديال ثاني أكبر جهة من ناحية الاقتصادية، ولكن من ناحية المساحة وعدد السكان ماشي أكبر جهة. بالنسبة لهذا اللقاء أو هذا المؤتمر الأطلاف في دورة 22 في المغرب، أولا كان المؤتمر السابع كان هنا في مدينة مراكش، القمة السابعة وكانت هنا في المغرب. من القمة السابعة الآن بلادنا دارت مجهودات، لا أقول مجهودات كبيرة، ولكن كانت هناك مجهودات في مختلف المجالات واتخذت قرارات من أجل المساهمة في الحفاظ على بيئة سليمة سواء على امتداد تراب الوطن أو عالميا. والاختيار ديال المغرب جاء في هذا الاتجاه، أولا الاعتراف بهذه المجهودات، ولكن أيضا من أجل الدعم للاستمرار في بذل المجهودات أكثر. وأنا شخصيا اللي شاركت في بعض القمم بالخصوص القمة الأخيرة، يمكن نقول ماشي لأنني مغربي ولا لأنني رئيس جهة، وأن هذه القمة كانت قمة ناجحة على الأقل على مستوى التنظيم رغم بعض الصعوبات، ولكن شفنا مدينة نظيفة بامتياز وتعايش مع مختلف الناس اللي كانوا اللي حاضرين إلى حدود الساعة في القمة بواحد الطريقة رائعة. وباش غادي يمكن نساهموا حنا كمغرب من جمعيات المجتمع المدني والأحزاب في كيفاش غادي يمكننا نلعب واحد الدور في المحافظة على المناخ في المغرب؟ انتم كتعرفوا بأن نشطاء الدفاع عن بيئة سليمة والحفاظ على المناخ هما مناضلي ومناضلة المجتمع المدني، هما أول ناس ساهموا وبادروا بالتحسيس حول المخاطر التي تهدد الطبيعة وتهدد الكرة الأرضية. فاليوم احنا كمغاربة أولا بحكم تاريخنا وثقافتنا، احنا تاريخيا الشعب كنا نقدس الطبيعة، شعب قدسنا الماء والهواء والشجر، شعب أغلبنا لما أقول كل المواطنين والمواطنات المغاربة وجودهم وقوتهم واستمراريتهم استمدوها من حفاظهم وتفاعلهم الإيجابي مع الطبيعة. لكن مع كامل الأسف في نصف القرن الأخير الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا يعني ساهمت في تدمير البيئة عندنا وعند الآخر. واليوم كفاعل لا منتخبين ولا مجتمع مدني ولا سياسيين وسياسيات، خصنا من كل واحد من موقعه يساهم في الحفاظ على البيئة. احنا مثلا كمنتخبين في آخر لقاء أو في اللقاء الثاني ديال أو النسخة الثانية من لاميت كوبي مدينة طنجة، خرجنا بقرارات مهمة جدا، ودخلنا لذاك القرارات كنحاولوا الآن نطبقها في أرض الواقع. وقعنا على ميثاق المحافظة على المناخ ما بين الجمعيات والجهات المتوسطية.
كما أننا أخذنا قرار باش تكون عندنا دار للمناخ المتوسطي، وهذا الدار ستكون سترى النور عمليا في السنة المقبلة، اللي غادي تكون فضاء لاجتماع الخبراء في حول البحر المتوسط وشبكات المجتمع المدني والنساء والأطفال، وهاتك نعتبرها مساهمة من موقعنا كمنتخبين وأيضا من موقعنا كفاعلين سياسيين ومدنيين في الحفاظ على البيئة وفي التحسيس بالمخاطر التي تهدد، مش تهدد اليوم، الكون في خطر، الكرة الأرضية في خطر. فإذا كان الإعلان العالمي يتكلم عن الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية بالنسبة للبشر، فهذا الحق اليوم مهدد. فهناك المئات الآلاف من الأطفال ومن النساء ومن الشباب ومن الشيوخ وحتى الحيوانات تموت يوميا جراء هذه التحولات الذي كان، وأقول ليس البشر المسؤول بالكامل، ولكن الشركات الكبرى والدول الصناعية الكبرى كانت سباقة من أجل الربح السريع لتدمير الكون. There was His Excellency Elias El Omari, the one of the biggest leaders of the political parties in Morocco. He is also the president of the region of Tanger and Husseima. On behalf of SDG Media Zone and Public Foundation, we will thank His Excellency Elias El Omari. Thank you.